السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما تعلمت الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق وعايز بقى تبدأ تكسب من الموضوع ده. طيب نكسب ازاي؟ طبعا في مواقع كتيرة جدا، مواقع فريلانسر زي اب وورك، زي فريلانسر بيبقى طالب حد متخصص في الموضوع ده ويديله المشاكل وهو يحلها له. طيب انا جبت لك موقع متخصص بقى في الموضوع ده، موقع هو اسمه كاجل، تمام؟ طيب خلينا نعمل ساين ان ونشوف الفكره بتاعت الموقع ده عامله ازاي. انا هعمل ساين ان بجوجل، طيب انت هنا بتلاقي مثلا عايز تعليم، هتلاقي كورسات ومترتبه وبشكل حلو قوي، البدايه للبرمجه، البايثون، اللي عندك حاجات خاصه بالسيكوال SQL وداتا كليننج والحاجات دي ممتازه جدا. طيب في حاجه اسمها كومبيتيشنز اللي هي المسابقات، دي ما بتبقاش حد عارف النتيجه وبيختبر الناس، لا ده واحد مش عارف تتحل ازاي وبيقول لك وانا انا عندي مشكله معينه لا يقدر يحلها لي هديله $1,000,000. ده رقم حقيقي، يعني في بعض الناس بتعرض $1,000,000 للي يحل له مشكله معينه، تمام؟ يعني فيها واحد عرض مثلا 100,000 دولار، في حد عرض 60,000، 55,000، 50,000، تمام؟ في فعلا قبل كده كان حد عرض $1,000,000، عنده بيدور على حل معين واللي هيحل له المشكله دي هياخد مبلغ. زي مثلا نتفليكس كانت عامله خوارزميه معينه ان لما حد بيتفرج تقدر تقترح عليه فيلم ما يقدرش يسيبه، تمام؟ كان في قناه كده بتقول لك ايه ما تقدرش تغمض عينيك، هي نفس الفكره بقى نتفليكس بالذكاء الاصطناعي بتبقى عارفه انت انهي لقطات اللي وقفت عندها، انهي فيلم اللي حبيته، طب ايه الحاجات المشتركه بين الافلام ديت، طب انت شفت دوت، فيقدر يقترح عليك 5 افلام هم دول اللي انت تتفرج عليهم. ما انا ممكن مثلا يقترح عليا حاجه مش في دماغي، تمام؟ فاروح قافل التلفزيون، لا هو عايز يجر رجلك، يجر رجلك تقعد تتفرج وهو يكسب. ففعلا بتلاقي حاجات حقيقيه الناس طالبه حد يحللها مشكلة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال مثلا مطار وعايز تقنية معينة بحيث ان هو يعرف ان الشخص ده مثلا حامل اسلحة او من خلال تحليل القلق اللي على وشه او من خلال كذا، مع العلم ان مش الذكاء الاصطناعي بيتحكم في كل حاجة، يعني مش الذكاء الاصطناعي اللي ضربه النار، يعني لا، في شرطة يحقق معاه يبقى عارف ان الشخص ده مشتبه فيه ويبدأ ان هو يحقق معاه. مثلا في بنك هو عمال يدي كرود وبيقول لك انا بدي كرود ومثلا في 6 بيرجعوا الفلوس و4 ما بيرجعوش فلوس، انا عايز تقنيه ان انا لما حد يطلب كارد ابقى متاكد ان ده هيرجع او مش هيرجع، تمام؟ بيبدا يشوف هل هو مثلا انا بنتكلم كده في الحياه البسيطه اللي ممكن نفكر فيها، هل الشخص دوت واخد كرود من بنوك تانية او كذا او عليه فلوس او مش ملتزم بالسداد او كذا، طب هل هو عنده ضامن ولا لا، هل يعني في حاجات كتيره جدا خوارزميه كبيره ممكن من خلالها نقدر نقول فعلا الراجل ده نقدر نديله كارد وهيرجعها او مش هيرجعها، تمام؟ احنا مش بنتكلم على حلال حرام، احنا بنتكلم على البرمجه بتاعتها، تمام؟ دي مثلا. طب احنا عايزين تقنيه عشان ندرس الذكاء الاصطناعي ممكن ينقذ تايتانيك ولا لا، تمام؟ مثلا كوبرا دي احنا اتكلمنا عنها شرحناها قبل كده، اللي هي لغه برمجه فيجوال بروجرامنج، شرحناها في بيما ربيع، تمام؟ فانا كنت مهتم بيها وفتحتها، فهو ايه بدا يجيب عنها معلومات بحيث ان انا اقدر اتابعها. خلي بالك ان ده يعتبر زي البروفايل بتاعك، يعني شركه ممكن تيجي الله ده الراجل ده ممتاز قوي، ده الراجل ده بروفيشنال قوي وشغال في كذا مشروع وحل مشاكل كتيره والناس بتثق فيه، فده اقوى من السي في ان الراجل ده متخصص في الذكاء الصناعي ودخل كذا مسابقه وكسبها او شارك في حل المسابقات، فده بيديك انا عامل له حتى فولو للشخص ده اهو، مشارك مثلا في 14 مسابقه، تمام؟ خد رينك قد ايه، الداتا سيت بتاعته، الاكواد اللي هو كتبها، فتقدر تطلع على الاكواد ان ال بي اللي هي نيرو لانجوج، يحول الكلام لتكست وهكذا، التعامل مع اللغه ديت، تمام؟ فتقدر تشوف الديسكشن بتاعته،
فممكن يعجبك الكلام بتاعه وتوظفه عندك. تمام، في كام واحد بيتابعوه اهو، او هو بيتابع كام واحد؟ اكيد هو بيتابع ناس عتاولة يعني، فنقدر نحن ايه يعتبر بيرشحهم لنا. تمام، تقدر انت تعمل كرييت لنوت بوك او دات سيت، او تعمل مسابقه انت للناس. فده موقع ما اقدرش اقول لك ان انت من معلومات بسيطه تقدر انت تنافس في البتاع ديت، بس فرصه حلوه ان انت تدخل وان انت تبدا تعمل بروفايل خاص بيك بالمشاريع اللي انت بتشارك فيها. تمام، تقدر انت تجرب معاهم، تقدر تخش مع فريق وتتعلم معاهم البرمجه، فدي تبقى فرصه كويسه جدا كبدايه للخبره العمليه، ان انت مش حاجه بتتعلمها وخلاص، لا ده فعلا خبره عمليه، وتقدر ان انت تعمل بروفايل خاص بيك في الذكاء الاصطناعي.